الشيخ الشيخ يا جماعه الشيخ. حبيبي النبي صلى عليه. الوعظ والإرشاد للداعية الإسلام الدكتور محمود حربي فليتفضل سيادته مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أفاض علينا بالنعم
وأكرمنا بجزيل الكرم، وجعلنا من أهل السعادة، وصف قلوبنا وملأها ودادا، وكتبنا لنكون من الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هو رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو واحد لا من قلة، وموجود لا من علة، ليس بمتبعض ولا متمحص، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. الله قل وزر الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا بلوغ كمالي، والكل دون الله لو حققته عدما على التفصيل والإجمال. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيد السادات سيدنا محمد، خير البريات سيدنا محمد المكمل المزمل أجمل المخلوقات خلقا وخلقا. والله ما خلق الإله وما برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. روي عن سيدنا سفينة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في غزوة من الغزوات فضل الطريق، وإذا به يرى أسدا يأتي إليه، يقول سيدنا سفينة: فبحثت في كتاب الله عن آية أتعوذ بها من الأسد، فلمصابي لم أتذكر آية إلا أحفظ، حتى اقترب الأسد مني وكاد أن ينال مني، فصحت في وجهه قائلا: يا أسد، أنا سفينة خادم رسول الله. يقول سيدنا سفينة: فتمسح الأسد بثوبي ودلني على الطريق. ومن تكن برسول الله نصرته، إن تلقه الأسد في آجانها تجمي. سيدي يا رسول الله، شوقتنا إلى حوضك، فما السقيا من غير يدك. اللهم اجمعنا بحبيبنا، واحشرنا تحت لواء حبيبنا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أولا أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى آل الشويات جميعا وآل السميرات جميعا بصفة عامة، وأتقدم إلى الحج صلاح أحمد الزنباعي وأخيه الأستاذ هيثم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة زفاف رجلهم الأستاذ وليد أحمد الزنباعي على كريمة الأستاذ محمد أبو الميلم السبيري. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون زواجا مباركا، وأن يبارك الله تبارك وتعالى لهما، وأن يبارك عليهما، وأن يجمع بينهما في خير، وأن يجعل منهما الذرية الصالحة التي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كما لا يفوتني
أن أتقدم بخالص الشكر إلى هذه الوجوه النيرة التي جاءت لتشارك الأهل الفرح والاحتفال بإحياء سنة من سنن الفطرة التي قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، فمن رغب عنها فليس مني. فأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا يوم القيامة على حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم، فنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وبعد، فإن الإسلام دين يدعو إلى الرحمة ودين يدعو إلى التسامح ودين يدعو إلى الرقة في التعامل، دين يحس على المودة والرحمة والمحبة بين الزوجين. لما تزوج سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه من السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، أحبها سيدنا علي حبا جما، فدخل ذات مرة إلى بيته فوجد السيدة فاطمة تمسك في يدها سواك وتسته، فقال سيدنا الإمام علي في نفسه: لقد جاءتني الفرصة كي أظهر حبي لفاطمة، كي أظهر لها أنني أغار عليها حتى من السواك. وكان سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه شاعرا قريبا، وكان خطيبا وبليغا وأديبا، فنظر سيدنا الإمام علي إلى السواك وأمسكه بيده وقال: أمسك سيدنا علي كرم الله وجهه بالسواك وقال: حظيت يا عود الأراك بصغرها، أما خفت يا عود الأراك أراك، إن كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. أحظيت يا عود الأراك بصغرها، أما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. سيدنا الإمام علي يريد يبين للسيدة فاطمة أنه يغار عليها حتى من السواك. وهكذا يكون الحب، وهكذا تكون المودة وتكون الرحمة بين الزوجين. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة والرحمة أين نجدها؟ نجدها في حسن الاختيار. وأين نجد حسن الاختيار؟ جاء شاب إلى سيدنا الإمام الحسن البصري إمام التابعين، وقال: يا إمام، إني أريد أن أتزوج، فمن أختار؟ فأنشد سيدنا الإمام الحسن البصري قائلا: يا طالب الحليلة، أي يا طالب الزوجة، عليك بالأصيلة. من هي الأصيلة؟ من أمها مؤدبة، في قومها محببة، تقول آت النار ولا آت العار، لها أب يضاهي الأسد مؤديا حق الصمد أو مؤديا فرض الصمد. إذن الأصل في الاختيار يكمن في التربية ويكمن في الأدب ويكمن في النشأة ويكمن في النبذ. وقد قيل أن ملكا من الملوك
كانت له فرس يحبها، والفرس هي الأنثى البالغة من الخيل، أما الذكر البالغ يسمى حصان، والصغير يسمى مه. فالفرس ليست بالتاء المربوطة، مش فرصة، الفرصة طبعا دي حاجة تانية. فكانت له فرس يحبها، فمرضت، وإذا مرض من تحب فأنت المريض. إذا كنت تحب أحد أو تحب شيء ومرض فأنت المريض. طبعا الملك مين اللي بيدبر له الأمور؟ الوزير. فقال يا وزير عليك بهذا الأمر. فبعث الوزير من ينادي في المدينة بأن فرس الملك قد مرضت، ومن يداوي الفرس له مكافأة وله جائزة من الملك. طبعا الكل طمعان في الجائزة، فاللي يعرف ما يعرفش كله جد. فمرضت الفرس أقصر، فغضب الملك وقال أيها الوزير عليك أن تحل الأمر. فجل الوزير زوج جملة بسيطة على الكلام اللي كان بيقول، فقال من يداوي فرس الملك له مكافأة، ومن لم يداويها سوف يقتل. حد هيروح؟ محدش هيروح. ليه؟ لأن في حساب وفي عقاب. المشكلة دي احنا دايما بنوقع فيها. الكل فينا يتكلم في كل حاجة، وكل واحد فينا عامل نفسه عارف في كل حاجة، من يتكلم في الدين، ومن يتكلم في السياسة، ومن يتكلم في الاقتصاد. لو كل واحد فينا عرف أنه سوف يحاسب على الكلام الذي سيقوله، ما تلاقيش حد يتكلم في حاجة ما يعرفهاش. فلما قال الوزير من يداوي فرس الملك له جائزة، ومن لم يستطع سوف يقتل، محدش راح خالص. فالملك قاعد حزين في شرفة القصر، فسمع واحد ماشي ينادي عايز وظيفة، محدش عايز سياسي. فالملك سمعها ايه؟ سايس. الملك سمعها سايس. ما خد بالك احنا كل واحد فينا بيحب يسمع اللي عايز لنفسه فيه. كل واحد بيحب يسمع لنفسه فيه. فالملك سمع هذا الرجل ينادي محدش عايز سياسي، فسمعه سايس، قال هاتولي هذا الرجل. فجابوا الرجل، فقال له الملك لقد وظفته، انت خليتك ايه؟ سايس. طب انا ما اعرفش في الوظيفة دي. قال له كلام الملوك لا يرد، كل يوم لك فرخة ولك شوية شوربة وشوية رز وتعالج الفرس. فجا الرجل بعد اسبوع جات الفرس تتنطط، انت عملت ايه؟ قال له عالجته، ولكن من يقول لك بان فرسك اصيلة لا تصدق. ازاي؟ قال فرسك من الخيل الاصيل وبنت خيل اصيل، لكن من اخبرك انها رضعت من امها فلا تصدق. فرح الراجل الملك، جاب الراجل اللي مربي الفرس. ايه اللي حصل؟ فقال له لقد ماتت امها وهي تلد، ولم نجد الا البقره، فرضعت من البقره حتى كبرت. فجاب الراجل السايس، وانت عرفت ازاي؟ فقال وجدتها تفتش في الارض كالابقار، تفتش في الأرض كالأبقار، ومن عادة الخيل الأصيل أنه يأكل من معلف عالي. فلما وجدت أنها تفتش في الأرض كالأبقار علمت بأنها تربت مع الأبقار، لأن الأصيل دائما رأسه مرفوع، الخيل الأصيل دائما رأسه مرفوع، مفيش حاجة عليه، محدش يقدر يقول عليه حاجة، لأنه مؤدب، تربى تربية صحيحة، يموت وهو رأسه مرفوع. فالملك تعجب من هذا الرجل. ولذلك إذا أردت أن تتزوج
فابحث عن بنات الرجال. إذا أردت أن تتزوج فابحث عن بنات الرجال. الشاب تعجب البنت ما شاء الله جميلة وكويسة يقول لك هتزوج وما يعرفش طبعا مين اللي ربت. فمن أول مشكلة تحصل ما بينهم بعد الزواج لإما طبعا لإما يترفص لإما يتنطح وهو مش عارف مين اللي ربت. ولكن يقول لك تقول له ايه الوجع في الوجع دي يقول لك اصل البنت حلو. الجمال او جمال الشكل ليس كل شيء ولكن ان الجمال جمال الاصل. الاصل يزيد صاحبه جمالا فوق الجمال. ولذلك تزوجوا بيوت الرجال لتكونوا من الرجال وحتى تنجب لكم الرجال. إذا أردت أن تتزوج فعليك ببنات الرجال. بنات الرجال بيعمروا يعني لو دخلت بيت شوف صوت مين فيهم العالي. إذا لقيت الراجل في البيت واخد الأمور كده إيه مشيها ودي ومتكلمش راجل طيب والصوت العالي هو صوت مراته في البيت اطلع من البيت وما تشربش الشاي. أما لو لقيت الرجل حاكم لبيته فقد ناسبت رجل. فقد ناسبت رجل. بنات الرجال تعمر هي التي تستمر. فالمهم الملك لما لقي الامر كده وقال لهذا الرجل ان الملكه قد هجرتني فان استطعت ان تصلح بيني وبينها لك في كل يوم نصف خروف ولك جناح في القصر. بعد 15 يوم الملكة تصالح. فجر الملك لهذا الرجل انت عملت ايه؟ قال له صلحتها ولكن من يقول لك انها من بنات الملوك فلا تصدق. انها من بنات الملوك فلا تصدق. فالملك هيذهب لمين؟ راح لابوها وامها. من هذه؟ قالوا زوجته. فرفع عليهم السيف قالوا لقد كان أبوك رجلا ظالما وكانت لنا بنت فخطبها لك فمرضت بالحمى وماتت فخفنا أن أقول لها بأنها ماتت فيقتلنا فجئنا ببنت من بنات غجر وهي زوجتي. رجع هذا الملك من رجل انت عرفت ازاي؟ قال له أيها الملك إن لأبناء الملوك أدبا في كلامهم وفي نظرهم. لأبناء الملوك أدب اللي تربى تلاقي عنده أدب في الكلام. وزوجتك إذا تكلمت غمزت بعينها ولا يفعل هذا إلا أبناء الغجر. طبعا يبقى كده شرك له ايه؟ شرك له الفرس وشرك له الملك. قال له طيب تفرس فيه. قال عافني يا مولاي. قال لا. قال اعطني الامان. قال لك الامان. قال ان ادبك ادب ملوك وتربيتك تربية ملوك ولكن من قال لك انك من ابناء الملوك فلا تصدق. طبعاً مين يعرف مين ابن مين؟ الأم هي اللي تعرف ده ابن مين. ولذلك نحمد الله سبحانه وتعالى على كرمه أن من علينا بزوجات صالحات يحفظنا البيت ويصون العرض. ندور في الدنيا ونسافر ونرجع ونسق تمام الثقة أن بيتنا محفوظ وأن عرضنا مصان. فاللهم جازهم عنا خير الجزاء. قولوا آمين. طبعا الملك راح لأمه أنا ابن مين؟ إيه الحكاية؟ فقالت له إن أباك كان رجلا ظالما تتزوج نصف بنات البلد. كانت إذا مر على الزوجة ثلاثة أشهر أو أربعة ولم تحمل قتلها وقتل أهلها. طيب إذا كان تزوج نصف بنات البلد يبقى العين في مين؟ العين في الملك. ملك 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 العيب في نصف بنات البلد. هو الملوك فيها عيوب.
لا ده انت ما تكونش في السياسه خالص. ناس طيبين ما تكونش في السياسه. طب هي الملوك فيها عيوب. فقالت لما جاء الدور علي خفت على نفسي وعلى اهلي فملت الى الطباخ فانت ابن الطباخ. طبعا رجع الملك لهذا الرجل، انت عرفت ازاي؟ فقال يا ايها الملك ان الملوك اذا اهدوا على قدرهم اهدوا الذهب والفضة، اما انت اذا اعطيت اللحم والشربة ولا يهدي اللحم والشربة الا الطباخين. وعشان كده الأصل غلال. الأصل غلال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم تخيروا لرقفكم فإن العرق دساس. تخيروا لرقفكم فإن العرق دساس وإياكم وخضراء الدمن. قالوا ومن خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبع السوء. في المنبع السوء المرأة الحسناء في المنبع السوء. وفي الختام أتوجه إلى عريس الليلة الأستاذ ولي أحمد الزنباعي ببعض النصائح حتى نترك المجال لمولانا فضيلة الشيخ محمود سلمان الحنتاوي جزاه الله عنا كل خير. فنتوجه إلى عريس الليلة الأستاذ ولي ببعض النصائح ولكل شبابنا الذين يقدمون على الزواج. إياكم ثم إياكم أن تبدأوا ليلتكم بمعصية الله تبارك وتعالى، ولكن ابدأوا ليلتكم بطاعة الله تبارك وتعالى، وابدأوا ليلتكم بما علمنا الشرع وبما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا علمنا سيدنا رسول الله؟ علمنا صلى الله عليه وسلم أنك إذا أخذت زوجك ودخلت إلى بيتك ضع يدك على جبهتها وقل اللهم إني أسألك من خيرها ومن خير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلت عليه، ثم تتوضأ وتصلي ركعتين. فإذا أكرمك الله في هذه الليلة بأن يكون منها الولد فاعلم بأن هذا الولد سيكون هدية لأنك طبقت شرع الله سبحانه وتعالى. لن يأتي هذا الولد إلا بخير، يكون كما قال الله سبحانه وتعالى لسيدنا زكريا: يا زكريا إنا نبشرك بغلام. هذا هو الأول. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا. فعليك أيها العريس أن تستوصي بزوجك خيرا، وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لا ينادي زوجته إلا باسمها يا بنت الأكرمين، يقول لها يا بنت الأكرمين. هذا ما نوجهه لعريس الليلة. أما ما نتوجه به إلى عروس الليلة وإلى بناتنا وإلى نسائنا جميعا وهو قول الحبيب صلى الله عليه وسلم الجامع المانع. قال صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا صامت شهرها وصلت خمسها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي الأبواب شئت. فبيت كهذا فيه رجل يقوم على حدود الله وعلى شرع الله، وزوجة إذا نظر إليها زوجها فأعجبته كانت في طاعة لله سبحانه وتعالى، وإذا خدمت بيتها كانت في طاعة لله سبحانه وتعالى، وإذا ربت أولادها كانت أيضا في طاعة الله سبحانه وتعالى. فما تنتظر من هذا البيت؟ لا تنتظر من هذا البيت إلا كل الخير.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوج الودود الولود العؤود، الولود التي تلد الولد، والعؤود التي قالوا العؤود وهي التي إذا غضب منها زوجها قالت لا تغمض لي عين حتى ترجع إلي. فإذا عرف الرجل أو الزوج ما عليه وعرفت الزوجة ما عليها طبق قول الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا على حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.